بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده من صحافه النهار. اللي هيكون ضيفي في الجزء الثاني منها الاستاذ زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بموقع وجريده فيتو. الحقيقه عنده اسرار كثيره النهارده واخبار كثيره جدا، وهنحلل معاه كمان ونشوف كل الصحف المغربيه بتقول ايه عن المباراه الهامه لنادي الزمالك امام الفتح النهارده، وكمان مباراه النادي الاهلي امام المغرب التطواني ان شاء الله الساعه 9:30. مباراه الزمالك ان شاء الله امام الفتح الرباط هتبقى الساعه 7 في استاد السويس. بتاكيد الصحف المغربيه عندها كلام كتير جدا، وفي شحن كبير جدا جدا لهذه المباراة، شحن إيجابي يعني الحقيقة الصحف المغربية ما تطولتش بأي شكل من الأشكال، بتتكلم بلغة يعني فيها تحفيز للاعبين المغرب التطواني والفتح المغربي، ولكن في شحن معنوي للاعبين انهم يتخطوا الأهلي والزمالك. ولكن إن شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونادي الزمالك النهاردة في لقاءاتهم. كمان بنتمنى التوفيق لنادي سموحة اللي انتهى الشوط الأول في مباراته أمام ليوبار في دوري أبطال افريقيا 1-0 للاسف ليوبار، وكان ياسر ابراهيم مدافع نادي سموحه احرز هدف في الشوط الاول، ولكن تم الغائه بتسلل يعني حسب الحكم تسلل في هذا الهدف. ولكن بنتمنى ان شاء الله ان سموحه يقدر يتخطى عقبه ليوبار ان شاء الله في نتيجه المباراتين، وفي النهارده في مباراه النهارده يخرج بنتيجه ايجابيه. يعني لو قدر ان شاء الله سموحه يحرز هدف هيبقى بالتاكيد مباراه العوده اسهل ليه. شفنا لما تخطى عقبه انيامبا هناك كان خساره 1-0 بس، عشان كده لما واجه انيامبا هنا في استاد اسكندريه قدر بلاعبيه طبعا ومجهود لاعبيه ومجهود الجهاز الفني انه يتخطى عقبه انيامبا الاقوى من ليوبار. ليوبار حضراتكم فاكرين طبعا انه الحاصل على نسخه 2012 من كاس الكونفدراليه، نادي من الانديه الكبيره والعريقه في افريقيا، ولكن ان شاء الله سموحه قادر بلاعبيه وبجهازه الفني انهم يتخطوا هذه العقبه. عايز اقول لحضراتكم كمان انه يمكن تشكيل الزمالك النهارده، طب خليني اخد سياده السفير سفيرنا في المغرب طبعا سياده السفير ايهاب احمد جمال الدين ونطمن منه على فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. واعتقد ان سياده السفير قام بزياره الفريق النهارده واعتقد انه اتغدى معاهم، ويطمننا بالتاكيد على بعثه النادي الاهلي في المغرب. سياده السفير مساء الخير. اهلا يا استاذ اشرف، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ربنا يخليك. فريد فندم، نطمن حضرتك على بعثة النادي الأهلي هناك والأجواء اللي موجودة فيها المغرب قبل لقاء النادي الأهلي النهاردة. لا، أجواء جميلة جدا، وأنا معاهم دلوقتي في تطوان، وإن شاء الله كده هم عندهم المحاضرة بتاعتهم الساعة 5 بتوقيت المغرب، ثم يتحركوا كده إن شاء الله الساعة 7 بسلامة الله إلى الاستاد. الماتش هيبدأ الساعة 8:30 توقيت المغرب ان شاء الله. بتوقيتنا هنا 9:30 يا فندم. ايجابي. هنا كل الحمد لله كل شيء ايجابي، والاخوه من النادي المغرب التطواني يعني مهتمين بيهم جدا وفي رعايه جميله، والحمد لله هم في افضل حال الحمد لله. يعني فندم حضرتك اتنقلت النهارده من مدينه كازابلانكا لمدينه تطوان عشان حضرتك يعني يبقى في من الرباط الى مدينه تطوان، وانا حاليا حضرتك بتكلمني من غرفه تطوان، كنت من شويه مع الاخوه اللاعبين ومع الاستاذ كامل المتاهل وكابتن علاء عبد الصادق وباقي الجميع كلهم بخير وفي احسن حال الحمد لله. استاذ سفير، مدى استعداد، معلش هاخد معاك بعض الاجواء اللي موجوده كده قبل المباراه هناك، استعدادات لان في صحف المغربيه النهارده وامبارح يعني الحقيقه حسينا ان في شحن كده معنوي للاعبين وتحفيز كبير جدا ليهم قبل بدايه مباراه النادي الاهلي النهارده. لا يعني هو مش حاجه غير طبيعيه، ما في كل بلاد العالم الناس بتشجع فرقتها، فانما الاجواء ايجابيه جدا، وانا تحدثت مع الوالي بتاع مدينه تطوان ومع رئيس نادي المغرب التطواني، والحقيقه الناس يعني ابدوا اهتمام كبير ومحبه كبيره للاهلي ولمصر، كان ترحيبهم ترحيب كبير، وهم احتفوا بالفريق الاهلي وباعضاء مجلس ادارته والبعثه اللي جايه مع الفريق. والحمد لله يعني ما فيش اي مشكله على الاطلاق، وانا يعني سعيد ودايما بشكر الاخوه المغاربه على حسن الاستقبال والضيافه من اول ما الفريق بيوصل الى مطار كازابلانكا،
تلاقيهم بيفتحوا صاله كبار صغار وترحيب كبير من الجمهور في الشارع في كل حته. وانا متاكد ان مصر بما يكن الشعب المصري من محبه للشعب المغربي هيبادل هذا الاستقبال بالفرق المغربيه سواء الفريق اللي بيلعب الزمالك النهارده او فريق المغرب اسوان لما يروح مصر ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. فندم يعني استعدادات الجمهور، وهل في اقبال شديد على المباراه النهارده والاستاد هيستقبل قد ايه من الجمهور او يسع قد ايه من جمهور اللي هيحضر اللقاء النهارده؟ والله انا ما شفتش الاستاد لسه، انا يقولوا ان هو مش استاد كبير قوي، انما يعني هيبقى في مشجعين من بتوع الفريق المغربي، وفي عدد معين بيقولوا بحدود 70 واحد من جماهير الاهلي اللي جم من مصر وتكفلوا مشقه كبيره. ان شاء الله خير، ان شاء الله تاخد. هل تم التنسيق معاهم يا فندم شبابنا اللي سافر مصر والمغرب؟ هل تم التنسيق مع شبابنا اللي سافر من هنا لتشجيع النادي الاهلي هناك عشان ما تحصلش اي مشكله؟ لا ما فيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله، هم جم متعودين وجم هنا قبل كده ايام بطوله العالم للانديه وموجودين وما فيش اي مشكله، كل حاجه ماشيه على خير ما يرام. ان شاء الله. بشكرك يا فندم وبشكرك طبعا على الجهد المبذول هناك واستقبال بعثه النادي الاهلي، والحقيقه كل الساده السفراء في كل الدول خارج مصر حابب يستقبلوا فرقنا بشكل رائع جدا مميز جدا، بيحاول يوفر لهم كل سبل الراحه في الاستقبال هناك في الفرق لما فرقنا بتواجه المنتخبات الافريقيه سواء في شمال او جنوب القاره. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهارده اللي هياخد لقاء، بتمنى انه يبقى لقاء حافل بيه النديه والمنافسه ومع كمان مراعاه الروح الرياضيه في الملعب، عشان يعني يبقى الاخوه الاشقاء طبعا سواء في المغرب او الجزائر او تونس دايما مبارياتنا معاهم دول شمال افريقيا بيبقى فيها دايما معنويات عاليه، بيبقى فيها يعني من ضمن السلبيات بتبقى موجوده فيها التعصب والعصبيه. اتمنى ان شاء الله ده ما يبقاش موجود النهارده وتبقى منافسه على الفوز فقط في مباراه كره القدم النهارده بين النادي الاهلي وبين تطوان المغرب تطواني. طيب هقول لحضراتكم تشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده: شريف اكرامي، حسين السيد، شريف حازم، سعد سمير، باسم علي، تريزيجيه، حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وبيتر هيلعب مهاجم وحيد تحتيه مؤمن زكريا، وغالبا هيبقى تحتيه تريزيجيه كمان مع مؤمن زكريا، وهيبقى في مأمن في نص الملعب بحسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد. حسين السيد كان بعيد شويه عن اللقاء بسبب اجهاد في الخلفيه، ولكن الحمد لله قدر ان يعود مره ثانيه وبعمليه استشفاء سريعه من الاطباء هناك، وقدر الحمد لله انه يبقى متواجد في مباراه النهارده، وان شاء الله ياخد اللقاء ويبقى متالق النهارده مع النادي الاهلي. الشريف حازم وسعد سمير عندهم النهارده مهمه صعبه جدا، خاصه انه المغرب تطوان الحقيقه من الفرق المميزه جدا هجوميا، عندهم محسن يجور هداف دوري ابطال افريقيا لغايه دلوقتي 5 اهداف، وهو كمان من تاني او تالت تقريبا هداف الدوري المغربي، ولكن لاعبتنا قادرين ان شاء الله على تخطي عقبه المغرب تطوان النهارده ان شاء الله. اخد الاستاذ جمال جبر طبعا المسؤول الاعلامي في النادي الاهلي. استاذ جمال مساء الخير واهلا بحضرتك معايا وتمنياتنا بالتوفيق النهارده. ربنا يخليك يا دكتور اشرف، تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. طمنا يا استاذ جمال على بعثه الفريق وطمنا على النادي الاهلي قبل اللقاء يعني 3 4 ساعات تقريبا. والله الامور الحمد لله، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله، يعني هيبقى فيه محاضره قبل التحرك للملعب، هنتحرك الساعه 7 بتوقيت المغرب اللي هي 8 بتوقيت حضرتك في القاهره على ملعب المباراه، المباراه هتبقى الساعه 8:30. طبعا التشكيل هيعلن في المحاضره، لسه موقف الكابتن وليد سليمان ما زال معلق في التشاور بين الجهاز الطبي والجهاز الفني. ممكن يكون اقرب ان الجلوس على دكه البدلاء عشان عنده بعض الالام الخفيفه اللي موجوده في ركبته، ممكن الجهاز الفني يفضل يريحه. بعيدا عن الكابتن وليد، 18 لاعب الباقيين جاهزين للمباراه وفقا لوجهه نظر الجهاز الفني. الجماهير عند حضرتك اخبارها ايه يا استاذ جمال؟ يعني في اقبال على المباراه بشكل كبير، خاصه ان قبل ما يسافر النادي الاهلي حتى كنا بنعرض بعض الفيديوهات لفريق المغرب التطواني، وعارفين قد ايه الجماهير عندهم حماس كبير جدا هناك. والله المغرب التطواني فريق محترم وفريق فيه عناصر مميزه وعنده جمهور كويس جدا، الملعب بيسع 20,000 متفرج، التذاكر نفذت تماما المباراه، معنا برضو جمهور الاهلي حوالي 100 فرد موجود من مشجعي النادي الاهلي موجودين هنا في تطوان هيشجعوا النادي الاهلي بخلاف الناس اللي مقيمه هنا. الامور ان شاء الله ماشيه في الاطار الايجابي، اللي هيدير المباراه الحكم جامبيا بطرجه سنه، واحد من احسن الحكام في افريقيا.
نعمل ان تخرج بالشكل اللي يليق بالفريقين، وان شاء الله الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه تساعده على التاهل لدوري المجموعات باذن الله. ان شاء الله. استاذ جمال، يمكن خلاص يعني فاضل ساعتين ثلاثه تقريبا على المباراه، وحضرتك قريب جدا من الجهاز الفني، هل خلاص تم في الفعل الاتفاق على ان وليد سليمان يبقى في يجلس على دكه البدلاء، وهيبقى مين البديل يعني الاقرب للتشكيل؟ مين هو اللي اقرب؟ كابتن وليد يجلس على دكه البدلاء، انما القرار النهائي هيكون في المحاضره. حضرتك زي ما انت عارف يعني في المحاضره قبل تواجد الملعب مباشره. هتبقى المحاضره هتبقى الساعه 7 الا ربع، هيتحرك 7 يبقى ربع ساعه. هيقول فيها مستر جريدو اذا كان هيستقر يدي كابتن وليد جزء من المباراه في الاول او يديله جزء في الاخر، يعني حسب وجهه نظره بالتشاور مع الجهاز الطبي يعني. حسام غالي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، تريزيجيه، ومؤمن زكريا، هو ده ان شاء الله. حسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ومؤمن وتريزا، واخد بال حضرتك، كل دول موجودين في التشكيله الرئيسيه ان شاء الله يعني. ان شاء الله بالتوفيق يا استاذ جمال النهارده، وان شاء الله يبارك لحضرتك بعد المباراه باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن اشرف، وبالتوفيق لحضرتك. بشكرك استاذ جمال جبر، طبعا مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي، واعتقد كده اطمنا بشكل كبير على النادي الاهلي قبل بدايه المباراه. يمكن الوحيد اللي خلاص اتفقنا بشكل نهائي انه هيقعد على دكه البدلاء النهارده، يعني ليله اطمئنان، يعني هم قلقانين بس من الاصابه في ركبه وليد، خاصه انه وليد في الملعب النهارده ترتان، ووليد عنده مشاكل كبيره جدا مع ملاعب ترتان، بيحصل له اجهاد بشكل كبير، ما بيقدرش يؤدي بنسبه 100%، وبالتالي هيكون بديل على دكه البدلاء. وزي ما قلت لحضرتك شريف اكرامي، حسين السيد، شريف حازم، كان في كلام عن ان صبر رحيل هو اللي ابتدى اللقاء، ولكن تخوفهم من ان صبر رحيل بعيد عن المشاركه في الفتره اللي فاتت، وبالتالي حسين السيد هو اللي هيشارك، شريف حازم، سعد سمير، اللي عندهم زي ما بقول لحضراتكم مهمه تقيله جدا النهارده، لانك بتلعب خارج ملعبك، المفترض انه مش هتدافع بشكل كامل، ولكن هيبقى على الاقل في ضغط هجوم عليك بشكل كبير، لانه المغرب التطواني عايز يكسب باكتر من هدف، عايز يخرج من اللقاء بنتيجه تطمنه عند مباراه العوده هنا في القاهره ان شاء الله النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي محتاج، هيبقى ليه ضغط كبير جدا جدا هجومي النهارده، سعد سمير وشريف حازم، حسين السيد وباسم علي، كمان خط وسط او منتصف في ملعب النادي الاهلي، حسام عاشور وحسام غالي وعبد الله السعيد، هيبقى عليهم شغل كبير جدا جدا النهارده. محسن ياجور واحد من الاسماء الكبيره دلوقتي في شمال افريقيا الهجوميه، وبالتالي عنده 5 اهداف في دوري ابطال افريقيا، متصدر بها قائمه الهدافين، وتاني او ثالث هداف الدوري المغربي، يعني بالفعل لاعب محترم جدا، لاعب عنده قدرات وامكانيات عاليه جدا، عنده سرعات كبيره جدا، عندهم اختراقات من العمق ومن الاطراف. فريق مش عايز يعني اهول في الكلام، ولكن بالفعل هم فريق محترم، محتاجين فعلا ان النهارده النادي الاهلي يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه، يقفل كويس. جريدو محتاج انه يتعامل مع اللقاء النهارده بعقليه احترافيه شويه، ما يهاجمش بشكل عشوائي، ونتمنى ان شاء الله انه نخرج النهارده بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي. هروح مع حضراتكم لنادي الزمالك، اللي الحقيقه النهارده في كمان يعني في تشكيله حاجات غريبه جدا، يعني تغييرات كبيره جدا، 3 لاعبين لاول مره بيشاركوا من فتره طويله كاساسيين في تشكيله نادي الزمالك اللي هيواجه النهارده ان شاء الله الساعه 7 على استاد السويس. يعني الحقيقه مباراه صعبه جدا لنادي الزمالك، وبنتمنى ان شاء الله انهم يقدروا يخرجوا منها كمان بنتيجه عاليه، زي ما كنا بنتكلم لسه على فكر المغرب التطواني، ودايما فكر الفرق في افريقيا تقدر انها بتحاول في المباراة الذهاب انها تحقق اكبر نتيجه عشان تطمن اكتر في لقاء العوده. تشكيل الزمالك النهارده ان شاء الله احمد الشناوي، حماده طلبه ناحيه الشمال، كوفي، اسلام جمال هيشارك مكان علي جبر المصاب، واللي خرج بره تشكيل نادي الزمالك بره ال 18 حازم امام ناحيه اليمين، ابراهيم صلاح في منتصف الملعب، معروف يوسف وعمر جابر اللي هيشارك برده كاساسي النهارده، ايمن حفني واحمد عيد، المفاجاه الثالثه احمد علي، احمد علي هيلعب كمهاجم وحيد قدام ايمن حفني واحمد عيد. طيب خليني اخد الحاج فرج عامر، طبعا مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، ونطمن منه على نادي سموحه اللي خسران في الشوط الاولاني 1-0، ولكن عرفنا ان سموحه احرز هدف في ياسر ابراهيم وتم الغائه. مهندس فرج مساء الخير، وازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا استاذ اشرف، ازاي صحيت حضرتك؟ ايه الاخبار يا فندم؟ طمنا على النتيجه. لا والله الوضع صعب، احنا جبنا جول سليم 100% وتم الغاء، وكان لنا بينالتي بطريقه واضحه فجه يعني وتم الغاء، ما اتحسبش. هو احتسبه تسلل ولا فاول يا فندم؟ لا، الجون ده من وسط اللاعبين ومع ذلك حسبه تسلل. وبعدين البينالتي ما حسبوش، ما قالش اي حاجه، بينالتي فوقيه يعني. فالتحكيم يعني في خطر قوي، حكام من غينيا، وشكل الموضوع يعني كده. كان في تخوف يا باشمهندس قبل فعل المباراه، وكان كابتن حلمي طولان بيقول انه متخوف جدا من التحكيم هناك. بس الصوره اوحش كمان. الصوره اوحش بطريقه فظيعه يعني.
هو حضرتك سافرت يا فندم هناك يعني موجود معاهم ولا؟ لا لا ما سافرتش بس متابع من هنا. بس لا انا بتصل، انا متصل طول الوقت ب ب بال بال بالصوره بالفيديو كونفرنس مع حد من هناك. طب يا فندم يعني يعني في تغيبات النهارده حضرتك قلقان منها يعني قلنا وعلاء علي مش اهم من اوكا صلاح امين التحكيم هو سواء اللعيبه موجوده او مش موجوده مش القضيه. هو حضرتك احنا عندنا تغيبات عندنا بتاع 7 لاعبين متغيبين بس هو مش فكره اللاعبين متغيبين قد ما هي فكره التحكيم. كان طبعا في الخلل التحكيمي الفظيع ده مهما جبت من لعيبه هتعمل بيها ايه؟ ربنا بس يستر بس وتطلع النتيجه كده. حضرتك اجتمعت اكيد باللاعبين وكان كلام حضرتك معاهم ايه؟ يعني رايحين للفوز ولا رايحين نعمل نتيجه ايجابيه ونخرج على الاقل التعادل؟ بص حضرتك كل فضل. حاجه احنا عملناها بس دلوقتي احنا في وضع زي ما قلت لسيادتك احنا جبنا جون ما اتحسبش وجبنا بينالتي ما اتحسبش فانا مش عارف الدنيا هتمشي ازاي. احنا متحمسين جدا وعلى استعداد نعمل كل حاجه وبنلعب ماتش بمنتهى الرجوله بس لما يحصل نوع من الخلل او احنا شايفين لا والحقيقه اللعيبه اثبتوا الفتره اللي فاتت قد ايه ان هم رجاله الحقيقه حتى في مباراه انيمبا الاخيره. ربنا يقف معانا الشوط ده بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم بالتوفيق يا حاج فرج ان شاء الله وبارك لحضرتك باذن الله بعد المباراه ان شاء الله. بشكرك يا باشمهندس فرج عامر طبعا رئيس نادي سموحه وزي ما بقول لحضرتك كان في تخوف حتى قبل السفر لليوبار لمواجهه ليوبار في الكونغو من التحكيم ولكن بنتمنى ان شاء الله ان سموحه يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه قبل بعد تالقه طبعا في الفترات اللي فاتت. هقول لحضراتكم على تشكيل نادي الزمالك يمكن اقوله لكم تاني لانه في الحقيقه 3 مفاجآت في تشكيل نادي الزمالك النهارده. اسلام جمال اللي بيلعب جنب كوفي النهارده لاول مره يمكن بقاله فتره طويله جدا اسلام جمال بعيد عن التشكيل الاساسي. كوفي في حماده طول من ناحيه الشمال حازم امام ناحيه اليمين ابراهيم صلاح في منتصف الملعب معروف يوسف شمال عمر جابر ناحيه اليمين ايمن حفني واحمد عيد واحمد علي ويمكن الكلام كان كتير جدا على انه خالد قمر مش محظوظ الفتره دي وبقاله فتره بعيد شويه عن مستواه. طب هو ليه ما لعبش باسم مرسي على الاقل باسم مرسي اقرب شويه من احمد علي رغم اعترافنا الحقيقه بان احمد علي من اللعيبه المميزه جدا واللي كان فتره من الفترات هو اللي بيحرز كل الاهداف لنادي الزمالك ولكن هو بعيد شويه الفتره دي. يعني الحقيقه كل مدير فني هو الاقرب بالتاكيد لامكانيات لاعبيه وهو عارف طبعا وعارف طبعا امكانيات لاعبيه اكتر واكتر ومين الاقرب انه يخوض اللقاء النهارده. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك في لقاء النهارده. طيب خليني اخد كابتن عاطف حنفي مدير الكره بنادي سموحه من الكونغو ونطمن منه كمان على نتيجه اللقاء هناك وما يحدث هناك من اخطاء تحكيميه. كابتن عاطف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ممدوح. ازاي حضرتك يا فندم؟ كابتن اشرف. ازاي كابتن عاطف عامل ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن عاطف. ربنا يخليك. كابتن عاطف طمنا يمكن عرفنا ان سموحه احرز هدف لياسر ابراهيم واتلغى وكان في ضربه جزاء كمان واتلغت ويعني الاحداث عندك ماشيه ازاي خاصه ان كان في تخوف قبل اللقاء من التحكيم فعلا. هو انا هقول لحضرتك باختصار شديد الشوط الاولاني. اتفضل. احنا لينا هدف سليم اتلغى الحكم. سجلوا هم كوره من هدف سليم ما فيهوش اي حاجه. الهدف اتلغى ليه؟ الهدف اتلغى ليه يا كابتن عاطف؟ ضرب يعني فاول ولا كان تسلل؟ بتاع التسلل يعني تسلل. بتاع التسلل لكن ما فيش اي حاجه لكن انا احنا بنشوف تحكيم في افريقيا مش بنشوفش قبل كده خالص على اي مستوى. يعني ممكن حكم يبقى سيء لكن يبقى سيء في قراراته على الفريقين انما احنا متحكمين تماما في كل حاجه بالفاولات حاطيننا في وسط ملعبنا على طول الحكم على طول الراية مرفوعه على اي كره بتروح للانتر وبتاعنا يعني محطوطين في وضع صعب جدا انما يعني الاولاد يعني بيعدوا في حدود الظروف اللي موجودين فيها واتمنى يعني احنا ممكن قريبين كمان نعمل يعني ممكن نعمل تعادل بيحاول يحجم لعيبتنا يعني بيحاول يحجم لعيبتنا في نص ملعبهم دايما هو اللعب احنا بنلعب دون ديفينس لما بنخسر الكوره في نص ملعبنا وتيم ليوبار الحقيقه عندهم فريق كويس الحقيقه رقم 7 ده من افضل اللعيبه اللي موجوده في الملعب انما يعني الاداء عادي جدا وفرقه عاديه يعني اذا قدرنا نتعادل ما قدرناش لفتره النتيجه على كده اعتقد ان احنا ممكن نعدي ان شاء الله. لا لاحظت النهارده كابتن عاطف الغيابات اللي موجوده الحقيقه يمكن قنش وعلاء علي واوكا وصلاح امين حضرتك شايف ان هم مقصرين بشكل كبير النهارده؟ كابتن اشرف احنا دايما خارج ملعبنا بنبقى ناقصين 6 لاعبين. علاء علي قنش السيد فريد شرفت الله اسلام عبد النعيم
طبعا احمد سعيد وكان الاصابه، فاحنا دايما خارج الملعب ناقصين في الملعب، ولكن في الظروف اللي موجوده يعني اللهم صل على كابتن حلمي للدكه اللي موجوده فيها ثلاث حراس مرمى واللايفر بتاعنا هيرمان يمكن مصاب ومتحامل على نفسه بيأدي يعني. طيب الجمهور عند حضرتك عامل ازاي؟ يعني الملعب انا سامع صوت جمهور كتير متواجد النهارده. لا الملعب مليان تماما، في حوالي 7-8000 متفرج، مليان تماما. لكن الحقيقه يعني جمهور هادي، ما فيش مشكله بيشجع فريقه، ما فيش حاجه خالص. بشكرك. تحكيمه كابتن اشرف اللي هو غريب جدا. معلش قطعت عطف، ان شاء الله ان شاء الله نقدر نتعادل النهارده ان شاء الله ونخرج بنتيجه ايجابيه باذن الله. بشكرك كابتن عاطف وكل تمنياتنا لنادي سموحه بالتوفيق واحراز هدف عشان يقدر هنا ان شاء الله في مباراه العوده سموحه يقدر يعوض الهدف ده ويقدر ان شاء الله يتالق ويفوز ويعدي كمان عقبه ليوبار، لان ليوبار من الفرق الكبيره الحقيقه في افريقيا زي ما بقول حضراتكم. بالفعل ست سبع لاعبين اللي عديناهم مع كابتن عاطف حفني من حنفي مدير الكره في سموحه اكيد ياثروا على اي فريق، ولكن دايما احساس اللاعبين وشعورهم انهم بيلعبوا خارج الملعب بيدي الحقيقه يعني طاقه ايجابيه اكتر، طاقه عاليه جدا يمكن تصل للضعف، وبالتالي بتلاقي اللعيبه رجاله بشكل كبير جدا، وان شاء الله سموحه يقدروا ان شاء الله يتخطوا عقبه ليوبار النهارده، ونادي الزمالك ان شاء الله كمان في مباراته النهارده يقدر يتخطى هذا اللقاء لانه لقاء مهم جدا، ويقدر ان شاء الله نادي الزمالك نحاول نجد الزمالك ان شاء الله انه يعني نادي الفتح من اللعيبه الصغيره، عندهم لعيبه صغيره كتير، عندهم سرعات كتيره جدا، وبالتالي هيواجه صعوبه نادي الزمالك في انه يخترق العمق، يخترق من الاطراف ويقدر يحرز اكتر من هدف، ولكن ان شاء الله لعيبه نادي الزمالك قادرين وعندهم التصميم والاراده قبل المباراه الحقيقه ان هم يقدروا يتخطوا عقبه الفتح باكتر من هدف، عشان ان شاء الله مباراه العوده هناك هتبقى صعبه جدا. خلينا اروح لفصل سريع وارجع بقى مع ضيفي العزيز الاستاذ زغلول لصيام رئيس قسم رياضي بجريده وموقع فيتو، ونناقش معاه كل هذه الامور ونشوف المفاجاه اللي عنده الخاصه باتحاد الكره والانديه المصريه وبرزنتيشن، ولكن بعد الفصل. We'll be right back.